الصفحات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي للهدف على طبيعة الحال هو النيل من قيم سكينة الطيب من الرئيس. ونحن كسكينة الطيب وكفاعلين جمعويين وكفاعلين سياسيين نؤمن في العمل الميداني. يعني اللي بغى يخدم يزد دراسات يدير صفحات مجهولة لأنه صفحات مجهولة يعاقب عليها القانون المغربي. نحن مع العمل الواقعي مع التغيير اللي تيجي في التيران. ثانيا ندعو أصحاب الصفحات المجهولة إلى تغيير الاستراتيجية وتغيير بدي نرجع شوية ولا اللي بغى يهضرنا غادي يهضر ولا جزيكم بخير. الله يرحم الوالدين والوالدين شوية ولا شو ثانيا ندعو أصحاب الصفحات المجهولة شوية ولا إلى أنه شوية ولا الله يرحم الوالدين تكون عقلية راقية ويكون راقي في مفهوم النقد لأنه هنا مع النقد البناء مع النقد شوية ولا اللي كيعبر العمل السياسي واللي كيزيد بالقبيلة القدام وتزيد بالطيب القدام. ثالثا ندعو ساكنة الطيب كافة كبارا وصغارا شبابا وشيبا إلى رأس الصفوف ضد هذه المحاولات لن تزيدنا إلا عملا ونديا وقدما وراء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده الذي محمد السادس نصره الله وأيده الذي دائما يدعو إلى تجويد العمل السياسي والرقيب العمل السياسي إلى مناصب الأمام. إلى سمعته مجموعة قبيلة اللي كتبغي هاد البلاد وكتبغي المجلس ديالها وكتبغي الأعضاء ديالها وقبيلة اللي كانت دائما وراء المجلس وراء السيد الرئيس في كل الاستحقاقات. الحمد لله هاد المجلس هذا حقق الإجماع في 2015 والساكنة زادت دعماته في 2021 ومازال الحمد لله كاين الخير قدام. واللي بغيت نقول لكم كشاب مولى الطيب ان بعض الاحزاب هاد الساعة المبروكة اللي احنا واقفين فيها هنا كيصيفطوا بعض المندسين فوسط الساكنة والساكنة راه كتقول لهم دابا هاد الناس ارحل 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 الشهادة ديال الاحزاب ارحل وديال هاد الصفحات المشبوهة ديالهم ما غايزيد الساكنة الا قوة الا التفاف حول المجلس ديالها حول الاعضاء حول السيد الرئيس. وما يمكننا الا ننوهوا بالمجهودات اللي عرفتها الجماعه من 2009 لدابا وانتم كتعرفوا كيفاش كانت الجماعه وكيفاش هي اليوم وشنو تحقق لا في المركز ولا في الدواوير الاخرى. الحمد لله انتم اليوم كتشوفوا بانه احسن شارع كاين في الجهه كاين فولا طيب كاين مشاريع كبيرة دارت ومازال كاين المشاريع ان شاء الله جايين وهاد الناس هادو ما غايديو من هاد الجماعة والو لأنه حنا الجماعة عارفة طريقها وعارفين شنو باغيين مع الساكنة وعارفين علاش متعاقدين مع الساكنة والحزب كيدعم المجلس وكيدعم السيد الرئيس كل الاوراش اللي كيقوموا بها وان شاء الله مازال كاين الخير قدام وشكرا لكم وعاش الملك 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 ديال المنطقه الناس ديال القبيله. شكرا اخي. اولا واحد تقدم المجلس واعضاء جماعه ولا الطيب نتقدموا بأحر التعازي للاخ الشاب ديالنا ريان هذا اليوم المبارك كنعزيه بالمناسبه كذلك الشعب المغربي في الوفاه ديالو. بالنسبه لهذه الوقفه الاحتجاجيه اخوان كيف ما كتعرفوا الوقفه الاحتجاجيه وقفه مسانده الأخ سيد رشيد الفايع البرلماني ديال نادي الوطن الطيب ديال فاس الجنوبية. العمل جبار اللي قام به
هذه مدة 10 سنوات 2009 فاش خد الرئاسة كتعرفوا كيفاش كانت ولاد الطيب. اليوم راكم كتكملوا من راسكم. اليوم ولاد الطيب أصبحت مدينة بكل المقاييس من جميع النواحي. تحضرونا معايا، كنا نديرو جوج دلالج في الدار كيتقطع علينا الضوء، كنا نزيدو روبيني زايد في الدار يتقطع علينا الماء. اليوم الربط بشبكة الكهرباء الحمد لله 100%، الربط بشبكة الماء صالح الشرب 100%، الواد الحار حسيت بلا حرج. فهمنا بالنسبة للدواوير الخارجة من المركز كتشوفوا التطور كذلك، رغم أنه بعض الأشياء ما يمكنش الكمال لله عز وجل، ولكن كاين خدمة، كاين برنامج حطوا السيد الرئيس معية المجلس، نتمنى من الله أنها تساعدنا الوقت أننا ننزلوا هذا المشروع على أرض الواقع. بالنسبة للإخوان والأخوات اللي جاوا من المدينة ومن قرى أخرى جاوا لولاد الطيب ولات الهجرة المعاكسة، إحنا مرحبا بهم، الحمد لله كنا مغاربة ما عندناش إشكال. فهمنا هذيك الهجرة المعاكسة عطات واحد كثرة سكانية لولاد الطيب، رغم أننا قننا مسائل ديال القانونية باش أنه يكون التعبير، قننا المسائل ديال القانونية باش أنه يكون المسائل القانونية بالنسبة لأجونسي المال، قننا بالنسبة للمسائل اللي بالنسبة للجماعة باش أنها ترخص الإخوان، ولكن رغم هذا الشيء كان في عدالة. ولهذا جات الوقت أننا ما يمكنش لينا تكون شي مسائل ماشي قانونية وندخلوا فيها. وراكم فهمتوا لينا الناس اللي كيديروا هاد الوقفات التنفيذية ديال تنفيذ الرئيس وديال تنفيذ المجلس، بغاو أننا نخرجوا من الإطار القانوني، أننا نوليو نعطيو رخص غير قانونية. هاد الشيء ما معناش معكم، أنا عطيتك أر بليس أو بليس أو ديالك درتي أبلس دواء تحمل المسؤولية. هذه بالنسبة هاد الشيء بالنسبة حسن سليم.